السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة للدورة التكوينية في البرنامج ديال توبوجي. كيف ما شفنا في الحلقات اللي فاتوا، شفنا هاد الطروة ديال لي بار، عرفنا كل وحدة شنو كتليق، عرفنا كيفاش نجيبوا لي زوبسيرفاسيون للتوبوجين، وكذلك لي كوردوني، وكذلك كيفاش انني لي زوبسيرفاسيون لي كوردوني نخرجهم من توبوجين نحطهم في شي. قداش ما يكون هذا الفيشي، قداش ما يكون كبير، ممكن ليا في 30 ثانيه ممكن نهز هذاك الفيشي ونحطه في توبوجين، وكذلك ممكن ندير الاكس. وكذلك شفنا الى مثلا غلطت في شي اسميه، ولا غلطت في شي اسم ديال شي بورن ولا شي حاجه، ومثلا قدر الله يعني اشنو كنمشي كندير، كنمشي لهذيك يوتيليتير او شونجمون نيميرو دو بون. دونك هادشي كله غادي تلقوه في الفيديوهات اللي قبل. دونك دابا غادي نحاولوا نفينيو هاد لا فينيتر هادي كامله، نحاولوا نفينيوها، حيت شفنا هادو جاوا لوست كيفاش كنكونسلتي لي بوين دابوي و لي زوبسيرفاسيون وكذلك لي ريزولتا. قلنا هادي ريزولتا هادو هو اي حاجه كنديرها في هاد لا كاز ديال كالكول، من شوميمون غيونمون انترسيكسيون الينيومون، اي حاجه كنديرها في هاد كالكول الا بغيت نشوفها كنمشي لكونسلتي ريزولتا. هاد كونسلتي كوردوني كالكولي كتعطيني لي كوردوني كالكولي بلوبيراسيون كيفاش تكالكولات ياك، وكذلك كتعطيني واحد البلان. بحال الا مشينا مثلا لهداك الفيشي اللي كنوريكم دائما، الفيشي ديال داك البروجي كبير، يعني فاش كنمشيو حنايا قلنا كونسلتي كوردوني كالكولي، كيعطيني في هاد الجنب هذا كيعطيني الطابلو بالنيميروزاسيون ديال لي بورن ولا ديال لي بوين، وكذلك اي كا اكس و واي والريفيرونس. هاد الريفيرونس هذا مخالف تماما على الريفيرونس اللي كنا شفنا ديال دوك 3 كاز اللي فيهم بارامتر و كوردوني بوين فيكس و اوبسيرفاسيون. واضح هاد الريفيرونس هذا شنو كيبين ليا؟ قلنا كيبين ليا لوبيراسيون اللي درنا بها اللي كالكولينا بها هذيك البوان. مزيان، دونك هنايا غادي نمشيو نشوفو هاد لابار اللي هي بوز غرافيك. هاد بوز غرافيك فاش كندخلو ليها اشنو كتعطيني؟ كتعطيني اي حاجه تدارت في هاد الفيشي هذا اللي هو فيشي توبوجي، اي حاجه، يعني من كالكول، من اي حاجه، اي حاجه. دونك الالينيومون كنرمزو ليه بالشيبي، واضح، يعني فيما انني كنشوف شي حاجه بالشيبي بحال ما هكا، دونك راه كيكون انه الالينيومون ما بين دو بوين اللي هما هادو، وكتكون بوين في الوسط، واضح. يعني اي حاجه تكالكولات انت مثلا افيشي نيميرو دو بورن، نمشي ندير اوبسيون افيشي نيميرو دو بورن، وكنجي عاوتاني افيشي نيميرو دو لوب، واضح. يعني اي حاجه فينال نبغي نشوفها كنمشي البوز غرافيك. هاد المساله هاجي اللي هي اليمينياسيون دو كالكول، شنو كتعني ليا؟ يعني انني بغيت نحذف شي كالكول ما عجبنيش، فهمتي، ما بغيتش بغيتو اولا غلطت فيه اولا درت فيه شي حاجه اللي نورمالمون ما خصهاش تدار. اليمينياسيون دو كالكول اشنو كنمشي كندير فاش كندخل ليها؟ كيعطيوني اصلا الحوايج اللي انا كالكوليت اولا لي زوبيراسيون اللي انا كالكوليت. دونك هنايا اشنو من اوبيراسيون اللي مكالكولين عندي؟ هو السيرفاس والفي زد ام والالينيومون والرايونمون وشوميمون كومبونسي. دونك انا الا بغيت نيليميني شي حاجه مثلا مشيت لوبيراسيون ديال الرايونمون، فاش كنمشي لوبيراسيون ديال الرايونمون كيعطيني لي نيميروزاسيون ديال دوك لي رايونمون اللي كالكوليت انا، عندي 12 رايونمون، واضح. كيقول لك حدد ليا اش من رايونمون بغيتي تيليميني، ملي كتكليكي على النيميرو ديالو علاش كتورك على اليميني ياك، مثلا هكا اليميني ياك، كترجع كدير روتور بهكا كيكون اليمينا الرايونمون نيميرو 8، واضح. كيف ما نمشي عاوتاني شوميمون كومبونسي كيعطيك العدد ديال لي شوميمون اللي عندك، هنا كاينين ثلاثة مثلا، كون كان واحد ما عادش تافيش عليك هادي ما عادش تافيش عليك بالمرة، بطلع لك غير واحد، فهمتي. هاني عاوتاني رجع نمشيو للفي زي دام، في زي دام شحال عندي فيه؟ عندي فيه ثلاثة، علاش ما كايناش رقم واحد ورقم جوج؟ هذا هو التساؤل اللي نورمالمون خصو يكون ياك، وليني رقم واحد ورقم جوج انا سوبريميتهم،
فهمتي؟ ولكن نورمالمون شنو خصني ندير؟ خصني ندير الغوبريز ديال النيميروزاسيون. كيفاش؟ رقم 3 خصني نردو هو رقم 1، ورقم 4 خصني نردو هو رقم 2، ورقم 5 نردو هو رقم 3. انا مازال ما درتش هاد لوبيراسيون تاع انني ندير غوبريز دو نيميروزاسيون ديال الكالكول ديال الفي زد ام. واضح؟ مزيان. يعني انا مثلا الا بغيت نيليميني الفي زد ام رقم 4، بغيت نكليكي على 4 وبغيت نكليكي على ايليميني، بهكا كيكون تيليميني هذاك سميتو هذاك الكالكول. كنرجعو بحال ما هكا، كنرجعو غوتور او منو برينسيبال، ياك؟ هنايا هاد غوبريز دي كالكول علاش كنديروها؟ هي دائما دائما كتبع هاد ايليميني، فهمتي؟ اغلب المرات كتبع هاد ايليميني. فاش كندير انا ايليميني اولا، دابا هي كتدار في جوج ديال الحوايج. الا كانت موديفيكاسيون، ياك؟ الا كانت موديفيكاسيون اولا كانت سميتو اليميناسيون، يعني فاش كنبدل انا شي حاجه في الكالكول ديالي اشنو كندير؟ كندير غوبريز. بحال كنقول للطوبوجين او تي هاني بدلت لك انا هاد المعلومه تتمشى عليها. مثلا انا عندي واحد الجيزمو مثلا ما بين ا و بي، هو نقوله مثلا 50، انا شنو مشيت؟ هو راه تكالكولا وداكشي، اشنو مشيت؟ مشيت وانا نبدل لك الجيزمو بين ا و بي رديته هو 60، فهمتي؟ اشنو غادي يمشي؟ غادي ندير غوبريز. فاش غادي ندير الغوبريز اشنو كنقول انا للطوبوجين؟ كنقول ليه اودي بلي هذاك الكالكول اللي كالكوليتي ليا بارابور لو جيزمون ا بي اللي هو 50، اودي لا ردوا ليا بسميتو ردوا ليا بالجيزمون 60. يعني هو اشنو كيفهم؟ كيكالكولي لا ديفيرونس بيناتهم وكيقد، فهمتي؟ يعني انطلاقا من داكشي اللي كتعطيه نتايا. دائما شي مرات تجي الغوبريز وما يعطيك والو، وليني شتي هنايا شنو اشنو تبدل عندي؟ ها شوف، الا بغيتي تشوف شيمينمون نيميرو 1 غوبريز، نمشي كوردوني نيميرو 1 نون تروفي شيغلي نون تروفي، دونك راه ماشي شي حاجه، دونك ما تبدلاتش شي حاجه. وليني الحوايج اللي نورمالمون خصهم يتبدلوا هما اللي سميتو الرايونمو ملي كيتيليمينا ما كيأثرش على شي حاجه اخرى، فهمتي؟ ما كيأثرش على شي حاجه اخرى، حيت اخر حاجه كتكالكولا هي الرايونمو فواحد لو بوين، فهمتي؟ دونك هنايا هاد المساله الاخرى اللي هي موديفي بوست كالكول، هادي زوينه. امتى كنديروها؟ تنمشي مثلا الرايونمو، كنكون انا كالكوليت هاد الرايونمو هذا اللي مثلا نيميرو 1، ولكني نسيت واحد لو بوين، نسيت واحد لو بوين. مثلا كالكوليت من البي 1 حتى البي 15، ياك تكالكولو، وانا نمشي سيجي نسيت البي 16، نسيتها. عوض ما انني ندير واحد الطريقه اللي هي بدائيه، انني نمشي للرايونمون اللي كالكوليس، ياك؟ عوض ما انني نمشي للرايونمون اللي انا كالكوليس ونجي ليه ايليميني ونعاود نمشي لكالكول رايونمون كذا. هذه خدمه بدائيه، واضح؟ دونك اشنو خصني نمشي ندير؟ خصني نمشي لموديفي بوست كالكول، ياك؟ وكنمشي كندخل للرايونمون اولا كندخل لوبيراسيون اللي انا بغيت نعدل فيها. كندخل مثلا للرايونمون، ياك؟ اشنو بغيت نزيد؟ بغيت نزيد واحد لو بوين، ياك؟ كنتيقن بعدا بلي راه هذا هو النيميرو ديال الكالكول اللي عندي، وهذه هي ستاسيون اللي بغيت نزيد فيها هذيك لو بوين. ها هي، في حالة ما بانتش ليا كنمشي كندير غوشيغش، ها هي غوشيغش ستاسيون، وكندير ها الشيء ملي غادي ندير او ا بيتبدل هذا الشيء، ياك؟ مزيان. دائما هنا جيزمون دو ديبار خصك تجي ليه كالكولي ماشي ا غوشيغشي، حيت إلا درتي ليه ا غوشيغشي خصك تكتبو ليه هنا، واضح؟ مزيان. دونك انا بغيت نزيد هذيك لو بوين، كيفاش خصني ندير؟ خصني نمشي لهنايا، هي كاينه هنايا حداك اجوتي بوين فيزي، بغيت نمشي وبغيت تكتبها، بغيت تكتب سميتها، ياك؟ وبغيت تكليكي على اجوتي بوين فيزي. ملي بغيتي تاجوتيها وتبان لك تاجوتات عندك في هذه الخانه هذه، من وراها شنو بغيتير؟ بغيتير اوكي، ياك؟ بيخرج لك الطابلو بلي راه تكالكولي، بغيتير اونغيستري عادي، يعني بلا ما انني نيليميني وبلا ما انني نعاود الكالكول ا زيرو، كنزيد هذيك لو بوين اللي بغيت نزيد وكندير لها اجوتي وكندير اوكي اونغيستري فقط. يعني ما نحتاجش انني نضيع الوقت بزاف ونخدم بواحد البدائيه، وهذه راه كتدار في كاع لي زوبيراسيون،
انا مثلا الفيزيدن بغيت نزيد مثلا بوان اخرى شفتها بغيت نجي لا اجوتي وندير اوكي صافي فهمتي ديك الساعات يكون تبدل كل شيء. قلنا شنو الثاني عندي هنا عندي هاد غوتور موني برينسيبال هادي راه باينه ايتوليتير راه خدمنا بها مازال غادي نتعمقوا في هاد المسائل هادو حيت هاد لي كاس هادو متعلقين بلي دوسي تكنيك فهمتي هادو متعلقين بلي دوسي تكنيك وسميتو شونجمون نيميرو دو لو شونجمون نيميرو دو كالكول بحال الاشياء هادي هي اللي قلت لكم خصني ندير في هادوك ديال سميتو ديال ما عرفتين مشيت ليها واش في زيدام شتي هو لونسيان 3 4 5 والنوفو هوني يعني شنو خصني نجي ليه خصني هذا الرد واحد وهذا الرد جوج وهذا الرد ثلاثة شنو غادي نجي ليه ابليكي الى تعقلتو باللي راه كاينه هاد المساله هادي فين فاش قلت لكم شونجمون نيميرو دو بورن هنايا فهمتي ارا دابا نمشيو نرجعوا لهذاك كونسلتي ولا نجي نشوف نمشيو لهنايا نمشيو لهنايا ها هو في زيدام ياك بغيت نلقى ها هو ما تبدل شتي ها واحد جوج ثلاثة ما بقاتش 4 5 6 ما بقاتش 3 4 5 فهمتي دونك هنا ايتوليتير راه تخدمو بها انا امبريسيون الا بغيت نامبريمي اي حاجة فهمتي فاش كندير امبريسيون تيخرجوا لي لوبيراسيونات اللي انا كالكوليت فهمتي يعني ممكن امبريمي مثلا هنا في زيدام ممكن كنعدل في هاد لي بارامتر هادشي مازال غادي نشوفوه امتى غادي نشوفوه فاش نكونو قاد جينا واحد الكالكول فهمتي يعني انا ما بغيتش نحرق المراحل بغيت نمشي ضربه ضربه حتى نحتاج انا امبريسيون ما كنحتاجها حتى كنكون ساليت فهمتي دونك نعاودو نرجعو شويه هنايا قلنا اتريبي نيميرو دو بيس انا بغيت نعدل مثلا بغيت ندير هذا هو الاول هذا هو الخامس غيونمون هو السابع يعني انا عندي الاختيار انني ندير الترتيب اللي بغيت واضح بهكا كنكونوا عرفنا هادو الاش كيليقوا وليني خصنا نابليكيوهم دابا خصنا نطبقوهم كل واحد عرفنا علاش تليق وليني خصنا نطبقوهم دونك نتمنى انكم تكونوا توفقتوا في الفهم ديال هاد الحصه هادي اللي صراحه حاولت انني نبسط فيها ما امكن ولكن كل شيء كيرجع لكم انكم تابليكيو هاد الشيء بزيان دونك في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.